سفير المغربي بعث لي من يقول لي بأن ممثل الجمهورية الصحراوية يعني وزير الخارجية بين قوسين الجمهورية الصحراوية موجود. فاتصلت أنا بالدكتور خير الدين قلت له هذا الكلام، قال لي أينه؟ أخذناه إلى القاعة، إلى الشخص اللي كان جالسا وحده يأكل الغداء. فوقف عنده الدكتور خير الدين رحمه الله، قال له أنت فلان وزير خارجية ما يسمى كذا؟ قال له نعم. قال له هذا معطفك؟ قال له نعم. أخذه من هنا، والله لا زلت أتذكر المنظر، وأوقفه وأخرجه إلى الباب وقال له هذه المرة تعاملت معك معاملة أخلاقية، مرة أخرى إذا أنت أو غيرك حاولتم انتظروا ماذا سأفعل لكم. فعلا بالخادم